أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي أن ما ينشر من أخبار عن فتح منفذ زرباط أمام الزائرين غير دقيق إطلاقا، مبينا أنه بناء على الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر المنفذ. من جهتها أكدت محافظة كربلاء إن المدينة ملتزمة بقرارات الحكومة المركزية بعدم استقبال الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم.